5. هايل. ألمين في اليوم بعد ألم كل يومين مدهش. إيه هو اللي مدهش؟ واضح خالص إن النبيلة حاسة بيك. أقصى عقاب تنزله امرأة لرجل مش إنها تضربه بالألم. أمال إيه؟ تضربه بالرصاص؟ أبدا ولا تحس بيه، تضربوش خالص ولا تشعر حتى إذا كان عايش في الدنيا ولا لأ. وأنا إيه اللي يزنقني؟ أنا الحق عليا اللي شغلت نفسي بحتة سكرتيرة صغيرة. أنت تقدر تقول لي أنت عايز إيه من نبيلة بالظبط؟ عايز إيه؟ أنا والله أنا عايز إيه؟ أهو يوم ما تعرف أنت عايز إيه من نبيلة هتبطل تضربك والإلام. هلو نبيلة. أهلا. إيه الحكاية يا سوسن؟ أنت لازم كل يوم تيجي السيركة في موكب رسمي ولا إيه؟ أنت عارفة أنا جيت من البيت لحد هنا في كام دقيقة؟ المهم كام مخالفة؟ ولا يهمك، أنا جيت في 7 دقايق و40 ثانية، بذمتك رقم قياسي ولا لأ؟ بابا هنا؟ لا نزل من شوية. يا خسارة، كنت عايز أخد رأيه في تغيير العربية، أصلها طولت معايا قوي، بقالها معايا 3 أشهر يا فندم؟ 13 و10 أيام. فعلا طولت قوي، مش معقول سوسن نشأت تركب عربية واحدة أكتر من شهر. من حق. ايه اخبار الالوان في الموسم الجديد والرسام عمل لنا ايه؟ افتكر بيشطب فيهم. سامي ده رسام لقطه، ذوقه مش معقول. يعني بابا كان له حق يخطفه من الشركه المنافسه. حته خبطه. طب تعالي معايا نشوف عمل ايه. بصي استناني. انا يا عم رايح على المكتب لحسن سوسن، بيطلع في مخها انها تمر على مكاتب الموظفين وتفتش على شغلهم. بصفة انها بنت صاحب الشركه. هي دي مش صفه كافيه يا سي سامي؟ طبعا هي ما عملتهاش معاك علشان انت لسه موظف طازه. انت عارف ان الانواع الجديده دي لازم تكون في السوق الشهر اللي جاي؟ انت يا استاذ. افندم. ما جاوبتش ليه على سؤالي؟ افتكرتك بتكلمي السكرتيرة. بسألك انت. بقولك الالوان الجديدة دي لازم تكون في السوق الشهر اللي جاي. ان شاء الله. بس الوقت ضيق قوي. انا عارف شغلي كويس. اما نشوف. نبيلة. نعم. ادي امر بتشغيل 500 توب من ده و400 من ده و500 من ده. حاضر. وده هيكون لونه ايه؟ لبني. ابقى بصلي لما تكلمني. أفندم. وده يطبعوا منه 150 توب مؤقت. حاضر. و4 متر من ده. كام؟ تعرفي انها جت في ودني 4 متر؟ أنا فعلا قلت 4 متر بس. 4 متر؟ أيوه. اللون ده أنا هفصل منه فستان ليا بس. والسوق؟ لما سوسن نشأت تلبس حاجة يصح إن السوق يستنى. 4 متر بس يا نبيلة، والموديل يستنى للسنة الجاية. حاضر. يلا بينا. يلا. من حق. ابقي فكريني اقول لبابا يدي الاستاذ ده علاوه.